طيب ايش هي مراحل الفرصة الواحدة؟ مراحل الفرصة الواحدة تبدأ من التحديات اللي يواجهها العميل. العميل هو شغال بيبيع، احيانا حتى بيستخدم اشياء بدائية، ممكن ما عنده سيستم اتش ار وشغال على وورد واكسل، تمام. فهنا التحديات اللي بتطلع معاه هي الفرصة تبدأ من هناك، تمام. فتحديد التحديات اللي يواجهها العميل، وبعدين استخراج أفكار المشاريع، تمام، من وجهة نظر العميل نفسه، تمام. هذه الثانية. الثالثة تجهيز فكرة النموذج، تمام. إلى هنا الدور الاستشاري كبناء ينتهي، تمام. بعد كده كله إشراف، تنفيذ النموذج، وهذا طبعا من هنا إلى نهاية المشروع هيكون إيه؟ هيكون من اختصاص فريق التنفيذ، المطورين، الشركة المطورة إلى آخره، تمام. هيكون أول حاجة إعداد النموذج، تمام. اثنين، تحويل النموذج إلى منتج، تمام. هذه الحاجتين اللي انتظرها أنا من المطور وشركة التطوير. طيب إيش هو الشيء اللي أنا أحتاجه من فريق التطوير والشركة المطورة؟ تمام. الثلاثة المراحل هذه رئيسية في كل مشروع. ممكن المشروع يبدأ بمرحلة واحدة وما يروح للمرحلة الثانية، ممكن يبدأ بالمرحلة الأولى بعدين يروح للمرحلة الثانية، ممكن يروح المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة. الثلاثة مراحل هذه هي: أول حاجة مرحلة الفكرة، بلورتها، مناقشتها على ضوء الاجتماع مع الفنيين، الإدارة إلى آخره، عشان الملامح تكون واضحة ويكون في واير فريم واضح للفكرة. اثنين، بناء نموذج، بمعنى انه يتم تطوير المشروع في ادنى مستوياته. كويس انه هو يشتغل بس، شغال انتهينا، تمام. المرحلة الثالثة تحويل هذا المشروع الى منتج قائم بكل التفاصيل وبكل الاحتياجات وكل المقترحات من العملاء والمطورين وكل الناس اللي هم داخلين في المنتجات. كل نقطة من النقاط هذه لها احتياجات. خلينا نتكلم عن النقطة الأولى اللي هي الفكرة. الفكرة نحتاج يكون في منصة، المنصة هذه ناس بتسجل فيها وبتسجل أفكارها، والأفكار هذه يتم التصويت عليها، تمام. والمنصة هذه هتكون عامة، يعني مش ما هي منصة شركة معينة، ولكن منصة عامة الكل يقدر يدخل فيها، الكل يقدر يشارك فيها، الكل يقدر يصوت فيها، تمام. والمشروع الواحد ممكن يتقسم على اكثر من مشروع، يعني مشروع مثلا ماركت بليس ممكن يكون ادمن، ويعني مشروع فرونت اند والى اخره، تمام. كل المشاريع هذه حتترتب والناس تخش تعلق تصوت، ونطلع من كل مشروع بفريم واضح، وبعد كده مرحلة التنفيذ لكل شركة أو كل فريق لهم يعني طريقة للمشاركة فيها. تنظيم وإدارة المشاركة طبعا هتكون مسؤولية الناس المشرفين على هذه المنصة، تمام. بنفس الطريقة اللي لما يكون في فيسبوك جروب يتم الإشراف عليه. هذه واحدة، مرحلة الفكرة. مرحلة النموذج هو أخذ الفكرة هذه لمرحلة إنه يكون في نموذج شغال، تمام. الناس تخش عليه، تنزله، بتشغله، تجربه، تطلع بقس، يتم إصلاحها، يعني يتم يعني تطويرها على بشكل مستمر. من هنا تبدأ التكاليف، تمام. التكاليف قد تكون، يعني في أشخاص ممكن يكونوا
يعني هم بيطوروها لأنه عندهم مشاريع قائمة يستفيدوا منها، أو أنه يكون الموظفين نفسهم ممكن عشان لأنه مرحلة النموذج هي دائما ما عندها سيولة، تمام، رأس مالها بسيط، هي قد تكون مشروع بسيط، مشروع شهر شهرين، ما تقدر أنت تأسس عليها موظف وراتب، تمام. فمين اللي حيكون موجودين هنا؟ يكونوا الانترن، الناس اللي بتشتغل بارت تايم، الناس اللي شغالة فريلانس، تمام، من جهة، ومن جهة أخرى الشركات اللي تكون مهتمة في المنتج المعين، تمام، لأنه في النهاية المنتج هذا لما يطلع الشركة إكس وواي وزد حتاخذه وحتطوره وحتطور نسخة خاصة بيه، تمام، يفيدها في مشاريعها، يفيدها في إلى آخره. فمرحلة النموذج هذه دائما حتكون هي مرحلة مدفوعة، تمام، ولكن مدفوعة التكاليف الأساسية، يعني في الغالب المفروض إنه صعب إنه يكون فيها ربح، تمام. طيب المرحلة الأخيرة، طبعا المرحلة الثانية هذه تحتاج إدارة، يعني لازم نعرف مين الكوادر اللي حتكون موجودة، إيش العلاقة، وين البداية والنهاية لكل شخص في المشاريع. الحاجة الأخيرة واللي هي مشروع المنتج، وهذا هو اللي بيأسس لربح حقيقي للشركة، استقرار موظف، وظيفة براتب، وإلى آخره. تمام، هنا يبدأ موضوع الاستثمار. لابد مشروع المنتج يكون له رأس مال كويس، له دراسة واضحة، له مستثمرين، له ميزانية تسويق، له موظفين، له مؤسسة، يعني بشكل ممتاز، تمام. هذه هي المتطلبات، تمام. والآن حبدأ أتكلم إيش عن التحديات في كل مرحلة من المراحل. نبدأ بالتحديات اللي موجودة في الأفكار. التحديات الموجودة في الأفكار إنه لازم المنصة حق الأفكار هذه تكون حيادية، ما تكون في تحت مظلة مؤسسة أو شيء، يعني تكون حيادية، كل الموظفين يشاركوا فيها، المؤسسات تشارك فيها مشاريعها القائمة، تشارك فيها الأفكار، يكون يعني ممكن حتى يكون لها يعني إيفنتس معينة كل 3 شهور أو كل 6 شهور يتم استعراض المشاريع المرصودة فيها، تمام. في الغالب هدفها يكون غير ربحي، تمام، ولكنها هتكون منصة لاستقطاب وتوزيع الفرص، تمام. بناءها وإدارتها المفروض تكون بشكل مشترك ما بين المؤسسات هذه، تمام، سميها جمعية، سميها أي تسميها، أهم شيء إيش، تكون بمجهود مشترك، تمام. التحدي هو إنك أنت كيف تأسسها، وهذا شغل إداري، تمام. أهميتها أنا كمستشار بشوفها أنها هي مهمة، ولكن تأسيسها برضو موضوع إداري، المفروض إنه يكون على الأقل في 2 أو 3 شركات هي تبدأ تأسس الفكرة وتحولها من فكرة إلى واقع، تمام. طيب التحدي الثاني في موضوع النماذج. طب أنت كيف حتدير الموضوع هذا؟ هل الموظفين كيف هيشتغلوا بارت تايم؟ الانترن يعني كيف هيشتغلوا في المشاريع هذه؟ كيف تدخل الجانب التعليمي؟ لأنه في النهاية أي شخص بيروح يتعلم بيدفع، تمام. فأنت كيف تحول الموضوع إنه والله بدل ما يروح ويدفع بفلوس يدفع وقت، يستثمر وقته هناك، في أكيد سينيور ديفلوبرز موجودين بس مش فاضيين، وعندهم ممكن يكونوا موجودين كإشراف، تمام. في أشخاص ممكن حابب يستفيد ماديا، تمام، إن هو يزيد دخله في موضوع بارت تايم، تمام. في ناس في لازم موجودين، في شركات اوريدي عندها ممكن مشاريع شبيهة، ممكن أعمال سابقة، ممكن أعمال ممكن حابة إن هي تحطها في الكوميونتي الناس تستفيد منها. هذه كلها مدخلات، ولكن تحتاج ترتيب، تحتاج عمل مرتب وتنظيمي
ينظم العلاقة ما بين المطورين وبين النماذج هذه أو الأفكار. طبعا موضوع الحقوق، موضوع يعني مين له الحق إن هو يستخدمها، الموضوع الربحي لازم يكون واضح، المشاريع إذا كانت ربحية غير ربحية إلى آخره. هذه تحتاج برضو جانب إداري ينظم العلاقة هذه. تمام، وجدير بالذكر إنه الهدف في النماذج هو تعليمي أكثر من إنه مادي. لو ركزنا على المادة في النماذج ما حيكون في شغل. تمام، لابد إن النماذج تكون تكاليفها مدفوعة، يعني تكاليف السيرفر، تكاليف التنفيذ، التكاليف الأساسية مدفوعة، ولكن حتكون مساهمة من الكل. تمام، هي ممكن تكون مكان مناسب لبروز أسماء، بروز شركات. الشركات هتستفيد منها في ناحية التسويق، يعني بدل ما يروح يسوي تسويق، لا هو مشاريعه بتتكلم، يعني الموظفين أو الناس المبرمجين الموجودين سواء كان فريلانس أو كان بارت تايم انترن إلى آخره، هيجي يتعلم أو يعلم، وفي كلا الحالتين هيستفيد، يا هيستفيد معلومة يا هيستفيد يكتسب شهرة، شايف؟ الناس تعرفه ويعرف الناس، وهذا يعني هيكون يعني مجتمع فاعل، مجتمع تقني فاعل. تمام، التحدي في موضوع المنتج هو تحدي مؤسسي أكثر من أنه تحدي فني. تمام، التحدي المؤسسي معناته تسجيل المؤسسة، توظيف المكتب، الأجهزة، يعني كل ما يتعلق في موضوع ما قبل الوظيفة وبعد الوظيفة. ما قبل الوظيفة التأسيس، وما بعد الوظيفة موضوع الدعم الفني، التنظيم الإداري، المتابعة. يعني من ضمن التحديات الموجودة برضو موضوع يعني بعض المولين لازم يكون واضح عندهم ان التمويل ما يكون شهر، يعني المفروض يكون اقل شيء 6 شهور او سنة. تمام، هذا واحد. اثنين، فضل المنازعات الموجودة ما بين الموظفين وبين الإدارة. وأهم نقطة موضوع تأخير الرواتب مثلا، هذا خصوصا في المؤسسات يعني عاملة مشكلة. تمام، طيب الجانب يعني لازم يكون فيه برضو دعم للمؤسسات هذه، سواء كان من جهة اجتماعية، من جهة إنه يكون في أخصائيين اجتماعيين للمبرمجين اللي ممكن يكون قد يواجه مشكلة اجتماعية، لأنه أغلب المبرمجين بسبب عمله هو بعيد عن الاختلاط بالمجتمع، فهذا الشيء بيسبب له تحديات اجتماعية. فلا بد يكون في توعية، توجيه، إنه صحيح الشغل البرمجي مهم، ولكن الحياة الاجتماعية برضو أهم. يعني الناس لابد نوصل لمرحلة إنه أنت تشتغل عشان تعيش، مش تعيش عشان تشتغل. تمام، هذا على الصعيد الوظيفي التوعية، وعلى الصعيد الإداري موضوع المالي. تمام، موضوع المالي هذا موضوع لازم يكون فيه محامي بيراقب الوضع، بينتبه لحقوق الناس، ينتبه ان الناس والله استلمت رواتبها اول باول، ما في اي تاخير. لو في اشكاليه عند الشركه نحاول نساعدها ان هي تتجاوز الموضوع هذا، موضوع القروض ممكن نوفر لها ونيسر لها يعني فرص للقروض، فرص سواء كانت محليه او غير محليه. تمام، وبهدف انه الموظف لو تاخر راتبه المنتج حيتضرر، المؤسسة حتضرر، كل شيء حيتضرر، كل شيء حيوقف. تمام، فهذه هي التحديات اللي موجودة، واللي هي في الأساس من بعد المنتج هو لازم يكون في حرص والتزام. يعني من بعض الأشياء اللي أنا بشوفها برضو، وهذه تعكس عدم جدية بعض المستثمرين، إنه يعني تطلعه في الاستثمار دائما
دايما متواضع. يعني هو اليوم لو راح فتح مثلا محل جوالات هتلاقيه يدفع اكثر، تمام، مع انه هو مش متوقع انه محل الجوالات حيجيب له دخل، يعني ممكن ل5 أو 6 سنين هيكون بخسارة. يعني هو عنده ايجارات، عنده اجهزة يشتريها، عنده فيحتاج راس مال اقل شيء ممكن يكون من 20 ل 30 ألف دولار، تمام. بينما لما يجي في المجال التقني واللي هو يعني واعد وضخم وهذا، تلاقي هامش الفكرة عنده أقل بكثير من موضوع إنه هو يفتح محل أو بقالة أو محل جوالات، تمام. مع العلم إنه هو هامش التوقع عنده الربحي للمشاريع التقنية يكون عالي، يعني هو ينتظر إنه يكون في ربح عالي من الموضوع. فهذا الشيء ما ينسجم يعني، تمام. هذه برضه التحدي الأخير الموجود برضه في المجال الإداري هو تدخل الإداريين في الأمور الفنية. يعني هو ممكن يتدخل في المطبخ، مطعم صيني يخش على الطباخين ويقول لهم طب ليش ما تعملوا محشي؟ طب ليش ما تعملوا طعمية؟ طب ليش ما تعملوا؟ لا، لابد الإداري يعرف إنه في حدود، تمام، والفلسفة ممنوعة خلاص، تمام. ما ينفع تجيب قسيس وتخليه إمام مسجد. أيوة صح، دين أخلاق وكل حاجة متفاهمين، ولكن ما ينفع. فأنا هذه مدرسة وهذه مدرسة، هذا دين وهذا دين، وهذا يحتاج يعني دراسة خاصة وهذا يحتاج دراسة خاصة، ما ينفع. كمان في البرمجة ما ينفع تجيب مثلا شركة مثلا ماشية على سوشي معين وتروح تغير سوشي ده في يوم وليلة. ليه؟ والله عشان فلان قال لي. لا، ما ينفع كمان. فجزئية الإلزام إنه يمشي على معايير معينة المستثمر أو المول أو صاحب هذا، هي ضرورية عشان تضمن إنه هو لا يخرب كل حاجة. طيب، هذه من الموظفين تكون صعبة، من أحيانا حتى من بعض الشركة تكون صعبة، ولكن لما يكون في مجموعة من الإداريين يعني يضغطوا عليه يكون الموضوع يعني ثمار وتكون كويسة، تمام. هذه مجمل الأشياء التحديات اللي موجودة. طبعا الإدارة تتعامل مع الجميع، ما تميز الشخص كويس من الشخص البطال، أهم شيء يكون في نظام واضح، تمام. يعني قوام كل شيء هو في النهاية وجود الارتياح ووجود الثقة المتبادلة، تمام، ووجود أيضا أنه يكون في حرص وسعي، تمام. مش بس إنه والله الواحد ينتظر الحاجة تجيله، لا، الوحيد اللي هو ينتظر لهذا الجيل الموظف، أصلا الموظف ماله إلا راتبه بس، تمام. أما غير كده سواء كان إداريين أو كانوا مستشارين لازم يتحرك، تمام، لازم يكون في حركة. ممكن في 5 في 6 في 10 في 20 في 25 مشروع ممكن ما تصيب، ولكن في ممكن تصيب في مشروع واحد تغطي كل التكاليف، تمام. ما في ضمانات، العميل ما يمديك تجبره من قوة وتقول له يلا ادخل يلا ادفع، ما يمديك تجيب مستثمر تربطه وتقول له يلا غصب عنك ادخل، ما يمديك. ولكن بأدب تقدر تفرض عليه يعني ستاندرد معين انت ماشي عليه، تمام. هذا كل اللي عندي، واتمنى انه يعني لو في اي ملاحظة ممكن تعطوه اياها ونتناقش فيها. وشكرا والسلام عليكم.